ايوه جاي. ولا بدوي؟ ايوه يا باشا. انت حاطط لي كام معلقه سكر هنا يالا؟ اتنين يا باشا. انا بشرب باتنين؟ لا تلاته يا باشا. اجري هات معلقه اجري. بس كده عينيا. ايه ده؟ ازيك يا ابو رحام؟ أنا ألف سلامة ليك. مالك؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عادل؟ ايه اللي حصل لك يا ابو رحام؟ بقول لك ايه يا عادل؟ ما تعرفليش سكة عيال بلطجية؟ ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه؟ وانا مش هسيب حاجة يعني مش هسيب حاجة ولازم انزل اتخانق تاني. ايوه بس يعني ابو رحاب متهيألي استنى لغاية اما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على مية بيضة. انا ابو رحاب علشان نوروز يتعمل كده فيا ويحصل لي ده؟ ايه اللي حصل لك بس يا ابو رحاب؟ اه يا رباب. ابو رباب اخوك؟ اخويا ابو رباب. هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل. مات الباقي في حياتك. حياتك الباقي؟ والله انا ما اعرفش. انا لو كنت اعرف كنت جيت عزيت يعني. وهو كان عيان ولا ايه؟ صحته كان ازاي البوم؟ شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك ياسمين، وكان قاعد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخت مراته، وهوب طب مات. طب استاذن انا بقى ابو رحاب. تستاذن ايه؟ ما كملتلكش. اصلي بقى ده ساب ورث كبير قوي. الورث ده كل واحد ليه قرش فيه قعد يعض في اخوه، وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل. ابو ايهاب عض في الكل؟ طب وانت عملت ايه؟ ما ايهاب ما شكتش، عضت في ايهاب وايهاب ما شكتش. عض في ام رحاب. عليك نور. انا بقى ما شكتش انا راح. وانت برضو عديت فيه؟ بس عديت ايه؟ انت واضح ان انت اللي خدت عض ما لحقتش تعض بقى. بقى انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كله الصلح وخلاص، كنا هنصطلح ونبقى كويسين. جت ام رحاب عضت ام رباب، الدنيا ولعت، راحت جابت اخوها ابو خالد عض فينا كلنا. ايه العيله اللي اتسعر دي؟ عادل دولا 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 حبيبي عادل عادل دولا، انت مستجني ليه دولا؟ رمزي رمزي سيبني دلوقتي خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير. طب حس انه كبير بقى يا دولا فممكن يساعنا انا وانت. يا ابني انا بفكر في موضوع كبير مش في اوضه نوم تساعنا احنا الاثنين. سيبني يا رمزي لو سمحت. طيب خلي بالك بقى يا دولا لان انت بتتصرف ساعات غلط، والغلط ده ممكن يقلب باخطاء. لا رمزي ابعد عني السعاد، يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا فكر. طب دولا انا يعني كنت عايز حاجه منك يعني، بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر. سر؟ انت عندك اسرار يا رمزي؟ قول يا ابني، قول لي اي سر انت عايزه. سرك في بير، انا ابن عمك. كنت محتاج منك 1000 جنيه سلف. ولا كاني سمعت حاجه. سرك في بير ما تقلقش. 1000 جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايع؟ تعمل بيهم ايه ال1000 جنيه؟ يا دول انا بقى عايز اعمل عمليه في عينيا علشان اشوف بيها من غير النضاره دي. يعني انت متضايق من النضاره؟ انت بتشوف كويس بالنضاره؟ طيب عايز تغير ليه النضاره يا ابني؟ بطل طمع بقى يا رمزي، بطل طمع. يعني يا دول يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي يعني، ولا هيسيب وراه ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوتر يا ابني، اكيد من غير ما تقصد. فعلا الانسان هياخد معاه ايه رمزي؟ عايز اسالك سؤال مهم جدا وفكر قبل ما ترد على طول. يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني ان شاء الله انت لقيتني مت. بعد الشر عليك يا دولا، انت لو مت انا مش هصحى. يا سلام يا سلام، اصيل يا ده رمزي. طبعا مش هتصحى من الزعل عليا طبعا. لا يا دولا، لان انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده. البزار والزفت؟ البزار والزفت؟ ماشي يا رمزي. طيب يعني عموما صحيت، ما انت مش معقوله هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك، اكيد هتتهبب تصحى. صحيت، تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه؟ يوه خد يا عم عندك. اول حاجه دولا رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدها على السرير علشان انت نومك كله ترفيس، وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله ترفيس. نوم امي كمان كله ترفيس. ماشي ماشي، انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اتكلم معاك يا رمزي خلاص. ليه يا دولا؟ لان كلامك كله ترفيس، ابعد عنا يا رمزي. طب دولا انت ما سالتنيش يا عم بقى امك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني، امي هتنام في السرير لوحدها.
لا يا دولا، امك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز الست الكبيره دي، هتقوم متجوزها وتشرد بقى البت ياسمين وتطرد رانيا مراتك دي، ورانيا هتقوم جايه هنا في البازار وتقوم طرداني بره. بس انا يا معلم مش هسكت لها، ما تزعلش يا دولا. ازعل ليه؟ ما انا بعد ما اموت اكيد ده مش هتبقى مراتي يعني، عادي. بالظبط، هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البازار، وبنتك ياسمين دي كده من شعرها، اطلعوا بره. وهقوم بقى جايب امي بقى هنا، هو انت اقعد مكانك في البازار يا دولا. طب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولا، زي ما انا انضف البازار، امي تهزقني. يعني الشر اللي انت عملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البازار كده؟ يخرب بيتك يا دولا. يا دولا القناعه كنز لا ينفذ. لا ينفذ، انا اللي غلطان اني بفتح اي مواضيع معاك. يا نهار ابيض، ذاك الرمزي الاهبل بيفكر بالشكل ده. امال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دولا انا عندي فكيره اقولها لك. لا ما تقولش. عينيا حاضر يا دولا. اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت. اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انزل لهم سلطات زياده يعني؟ يا عم بقى افهم بقى. انا اسف، انا غبي، انا اسف. اتفضل حضرتك فهمني. اخلص. اتوصى دي يا دولا يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك، يعني كل واحده هي هتاخد ايه؟ بيتك قصدك الوصيه. الوصيه ايه يا عم بقى؟ الوصيه دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولا، بتاع احمد عبد العزيز واخته الكبيره لبنى عبد العزيز. ايوه صح، دول اخوات بقى محمود عبد العزيز ولاد الحاج عبد العزيز. يا جماعه انا جامعكم النهارده عشان اقول لكم إن الأعمار بيد الله. يا سلام، ومن إمتى عرفت المعلومة دي؟ أنا أقصد يعني أقول إن محدش ضامن يعيش لبكرة. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لأن المعادلة الرياضية بتقول إن العمر الافتراضي للإنسان يتناسب أو لا يتناسب جزئياً أو غير جزئياً مع حالته النفسية. أيوة بس الرياضة عمرها ما بتطول العمر، المهم يا حبيبي إنك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخدة وتنام على طول. ايما المشكله بقى فنام على طول دي، لان الموت طبعا علينا حق يعني، ده وضع طبيعي، وده اللي انا عايز اقوله لكم يعني. بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيره دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطه يعني. الكلام ده موجه ليكي يا مجيده، الحقي بقى يلا قومي كفر عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه يعني؟ تمد ايدها في شغل البيت شويه. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوه، وكمان الصفحه بتاعتي بيضه ما فيهاش نقطه سودا ولا خدشه واحده. ليه اخر مره رشيتي امتى؟ يا جماعه ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم، في ايه اكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ ما بس بقى تسكتوا، خلي الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفه ماما عامله فيها مؤدبه، وادي الراجل فرصه خليه يعرف يتكلم. مؤكد عايزه منه مصلحه. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوه بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص انا بقى مش قايل حاجه، وانتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو انت كنت هتقول حاجه فيها مصلحه يعني حاجه كويسه؟ طب اهدى كده وقول، تحب اعمل لك شاي؟ انا اللي عامله نفسي مؤدبه ولا السوسه اللي عماله تدحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزه في مصلحتها حاجه؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمه للتاني؟ انا مستعد يعني استنى، بس اهم حاجه ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجه؟ استنى بقى، اوكي دي واحده، انت كلبه وقليله الادب ومش متربيه ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما خلق هتشوف. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعه انا قررت اقسم ثروتي قبل ما اموت. ليه وانت حاسس ان هتجيلك ثروه قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى سناء مش مدخلك في الحسبه بتاعت الثروه. تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حبيبي. يا ماما الاعمار بيد الله، وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجه عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، احنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض في بعض. انا متاكد يا سناء ان انتوا هتعضوا في بعض، اذا كنت انتوا بتعضوا في بعض وانتوا ما حلكوش اللضا، امال بقى لما يبقى عندكم بازار والشقه دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا يعني. لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بينا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما الفرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منك. ها
وانا يا ابني بشتغل وبصرف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقول لك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي همسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك يا عمي. سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقول لك ايه يا عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. اه وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص. عادل انا ليا الشقه، ودي مش انانيه مني ولا حاجه اطلاقا. انت عارف يا بيبي الشقه من حق الزوجه، وده مثل شعبي معروف. الشقه من حق الزوجه ده مثل شعبي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما استفدتيش منها حاجه؟ بيبي شوف بقى، انا بقول لك اهو، انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي. انا بقول لك اهو، ده بالنسبه للشقه. اما بقى بالنسبه للبازار ودخل البازار، فكله هيبقى برضه ليا ولبنتي. اعتقد ده حق مشروع. ده حق محشور وبالعافيه كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا شقه ولا بازار؟ انا ما قلتش كده يا ستي، بس كل واحد برضه لازم ياخد حق رانيا. اوكي انا موافقه، انا كل اللي طالباه منك انك بس تسيب لي لجام الامور. اسيب لك لجام الامور على اساس انت بقى ايه ماسكه اللجام وراكبه وانا حمار يعني؟ يا بيبي ارجوك يا حبيبي، انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك، ثم ان انا بصراحه كده عايز امن مستقبل مامي. امني مستقبلها؟ طب ما دخليها حقوق او تجاره على اساس ده يامن مستقبلها. مستقبل ايه يا رانيا؟ صباح على خير. صباح على خير ايه؟ وبعد ما تنام؟ بعد ما نام بقى بكره ولا بعده ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده واقول لك على القرار اللي انا خدته. وبعدين لاحظي بقى ان انت الوحيده في الستات كلها اللي اتكلمت في الموضوع ده، فهمي ده معناه ايه؟ ها؟ صباح على خير. معناه وانت من اهله. يا عم قولوا اتفضلوا. اتفضلوا ايه؟ اقعدوا ولا اتفضلوا امشوا؟ اتفضلوا كلوا. اتفضلوا كلوا، ماشي غرامه عناية. حاضر، اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص، طالما انت اكلت كاني انا اللي شبعت. الله على الحنيه، على اساس ان انا لو جالي برد انت اللي تعتصي يعني. طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. ما عارف ان دمي خفيف، اخلاصي عايزه ايه؟ ابدا يا عادل، انا الاول نتكلم بصراحه. قوي قوي، اتفضلي اتكلمي بصراحه، اتفضلي. طول عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر. اه بدانا قله ادب، ممكن اقوم الطشك على دماغك على طول. لا انا بتكلم بجد يا عادل، طول عمري شايفه ان انت متدلع ومرفه ومستهتر. مستهتر؟ اولا وضع طبيعي جدا ان انا اتدلع، لان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيله يعني. وبعدين انا ذكي جدا عنك، ويعني دمي خفيف جدا عنك، وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني. اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسره، بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية دلوقتي يا عادل. انا فجاه حسيت انك بقيت راجل. راجل يا عادل. يا سلام، يعني انا اول امبارح كنت عيل والنهارده بقيت راجل؟ ده ايه الايام اللي بتعدي بسرعه دي؟ قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهه نظري فيك بعد حركه الوصيه دي. حسيت قد ايه انت قلبك علينا، وقد ايه انت متحمل المسؤوليه راجل. على الله يتمر بس. ما عشان كده انا جايه لك يا عادل، عشان اقف جنبك بافكاري. ربنا يستر. ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك؟ ايه رايك يا عادل تبيع الشقه وتبيع البازار وتقسم الفلوس دي علينا كلنا؟ طب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه ايه؟ ابدا، هدفع مقدم في شقه من شقق نقابه المعلمين، اصل الشقق دي بالقسط، وهشتري عربيه صغنطاطه كده على قدي. عربيه صغنطاطه؟ ايوه، الواد حماده بزوكا اللي هو ساكن على ناصيه شارعنا، عارفه؟ عنده حته عربيه يا عادل قد كده، يا دوبك تشيل نفرين، لونها فوشيا ميتاليك متجنطه، والكاسيت باوكولايزر وتويتر، ولا اسمه ايه بتاع اللي ورا ده؟ سبويلر؟ سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. الكاسيت بتويتر وكولايزر؟ اها. الكاسيت ده بيبقى جوه العربيه. شفتيه ازاي يا سناء؟
ما هو اسماء ما فيش حمادة بازوكا لما كنت متأخرة على المدرسة فكنت عايزة ألحق المسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش المواصلات زحمة فهو اللي في العربية. وانت رايح المدرسة الصبح ده على أساس ان انت بتدرسي في معهد سينما يعني؟ لا ما هو اصل الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت بدل يعني هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع خلينا موضوع الوصية. عموما موضوع بازوكا ده مش هعديه يا سناء، الوصية بقى يا ستي انا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايزه. انت عايزة منها ايه يا سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البازار. حلو قوي، يعني انا لو بعت الشقة وبعت البازار حضرتك ما فكرتيش هنعيش ازاي؟ انا عن نفسي هعيش من مرتبي واشتري شقة واشتري عربية، ما يخصنيش تعيشوا انتم منين. سناء غوري من وش يا سناء. يعني ربط مع الواد بازوكا؟ ربطي مع بازوكا جامد عشان يفرقع في وشك وانا اللي هفرقعك يا سناء. ماشي يا عادل، السلام عليكم. مع السلامة. خرب بيت الوصية على اللي فكر ان هو يعمل الوصية. انا اللي غلطان. نجلاء هاتي الجاتو من تحت السرير. اطلع البلاك فورست ولا الاكلير؟ لدو الاتنين يا حبيبتي. ايه ده؟ ما شاء الله، انتوا فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني ماليش فيه. وانا كمان. طب ما دام مالكوش فيه انتوا الاتنين جايبينه ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث. ماما تقصد الوصية. الوصية. لا اتكلمي. انا عارفة يا عادل ان انا مش من حقي ان اتكلم في الموضوع ده. وانا كمان. انتوا الاتنين مش من حقكم وعايزين تتكلموا يعني قصدكوا ايه؟ حزننا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومؤدب وحسيس ومش ممكن هتسيبنا نتشحطط من بعدك يا عادل. وانا كمان. بص يا حنوكي انا واثق ان لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي. يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقوقنا، انا بس انا بعتصفك علشان انت جوز بنتي وانا عارفه انك راجل حنين ومن فضلك ولازم انك تحطينا في الحسبانات بتاعتك في الميراث. حسبانات وميراث؟ بتكلمي على ايه بس يا حماتي؟ عادل عادل يرضيك ان انا انحرف؟ وانا كمان. بص يا حماتي الحكايه دي متهيالي فاتقه وانها بس طبعا ما يرضينيش يعني. يبقى خلاص لازم تكتب زيهم بالظبط في البازار وفي البيت، تكتب لي كل حاجه زيك زيهم بالظبط. يكتب لك يا مجيده يا سوسه يا تعبانه. اكلي جاتوه شوكولاته، انت فاكره عيل صغير؟ يا سناء انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقول لك ايه، الست دي وبنتها ما لهمش قشايه في الشقه والبازار يا عادل. انت مالك انت تدخلي في اللي مالكيش فيه خالص؟ انت عادل هيكتب زيكم بالظبط. ايه بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح. يا مجيده يا عره، ماما في ايه؟ تعالي اتفرجي بقى على مجيده العره دي. قال ايه؟ عايز اخويا عايز يضحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقه زي ما بيكتب لنا يا ماما. عايزين تورثوا ابني بالحياه يا الماما يا دون يا شحاتين يا جعانين. يا سلام يا ماما، ما انت امبارح يعني حضرتك كنت عايزه تورثيني بالحياه برضو. انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه. هو في ايه بالظبط؟ يا رانيا الحقيني، حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص. انت مالكيش اي حاجه في الحمص وانت قلتيها. ايوه مالكيش اي حق. لا هتقعد في نصيبي في الشقه وفي البازار بما ان الشقه من حق الزوجه. ايه ده عادل؟ خد موقف. انا من رايي نقفل على الموضوع ده دلوقتي. نقفل؟ ده احنا لسه هنفتح. بقول لك ايه يا عادل، الشقه دي ماما هي اللي جايبها لك. ايوه انا بعت شبكتي عشان اجوزك. والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي، انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوف عندي. سامع يا عادل؟ اكتب الوصيه باسمي. لا باسمي انا. قلت لك بيه عشان نخلص من الاشكال دي. عادل ابوس الجدم وابدو ندماتي على فعلاتي، تحطني في وصياتي. وانا كمان. اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشيه مع ماماتي. انت لسه عايشه؟ انا امك، اديني كلمه الوعد. وانا زوجتك ومستنيه الرد. وانا اختك ومستنيه العقد. يا جماعة كفاية بقى، حرام عليكم بجد. بصوا اخوانا كل واحدة فيكم تتكل على الله تروح اوضتها، انا مش هعمل اي ميراث ولا هعمل اي وصية ولا اي حاجة. اما موت بقى يبقى الميراث الشرعي، والميراث الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، وبما ان ولا واحدة فيكم تعتبر ذكر يبقى مالكوش اي حاجة. سلام عليكم.
انا كنت طالب منك طلب في الوصيه. يا دي الوصيه عايز ايه يا سيدي؟ عايزك تكتب لي التماثيل باسمي. اشمعنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولا بقى واعمل العمليه اللي في عينيا دي علشان اشوف من غير النضاره. يا انت مفيش في دماغك غير موضوع العمليه؟ لعلمك انا ممكن انا بايدي اعمل لك العمليه من غير دكتور ومن غير اي حاجه، يعني مش هتحس باي حاجه ومن غير فلوس كمان. معقوله دولا؟ امال ايه؟ عارف شنطه الاسعافات اللي عندنا؟ اه روح هات هدو انا اعمل لك العمليه. هوا دولا هوا. خرب بيتك، مش فاهم ان انا مش دكتور يخلي اي حد يلعب له في وشه كده. اهي يا دولا، اهي يا دولا الشنطه اهي. هات جدع يلا اقعد بقى. ماشي يا دولا. يقلع النضاره. اهي يا دولا. بص القطنه دي حطها كده اهو، والقطنه دي حطها كده اهو. امسكهم بايديك اهو، امسكهم بايديك جامد اهو. دلوقتي هنخش على مرحله الشاش الطبي. ربنا يخليك يا دولا ليا يا رب. انت اتعلمت الحاجات دي فين يا عم؟ يا ابني انا فاهم كل حاجه يا ابني. استنى استنى هنا، استنى هنا. ايه دولا؟ قلت لك برده قشه كرتون كده اهو عشان عاملك ايه كانك سلك عريان مثلا. انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص. طب هنشيل الشاش امتى يا دكتور؟ دلوقتي حالا اهو. قول لي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولا. ايه مش شايف حاجه؟ مش شايف اي حاجه دولا. بجد يلا يا رمزي؟ خالص. طب دول كام؟ مش شايف دولا. بلاش دول، دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولا. يخرب بيتك. طب دي ايه؟ دي ودني. خضتني يلا يخرب بيت. ها قولي بقى ايه فكرتك؟ فيلم اسمه يوميات عربيات كشري. ده اكيد ملوش كمال الفيلم ده. كشري ايه بس؟ زفت زفت. اتفضل اتفضل اللي بعده. مقدمه فيلم عن شاب نايم. طبعا لازم يكون نايم. وبعدين اكيد بيفضل نايم. كويس، وفين القصه؟ هي دي القصه سيادتك. اكيد بقى الجمهور اللي هيخش يتفرج على القصه بتاعته ده هياخد معاه بطاطين. شاكرين قوي. اتفضل اللي بعده. انا عايز اخد فرصتي. خدها يا حبيبي. فيلم عن مفيش. مفيش ايه؟ مفيش شغل، مفيش جواز، مفيش عربيه، مفيش فيلم. هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع. ده على كده فيلم الكشري كان ارحم. هو فين الفيلم يا ابني؟ هو ده الفيلم سيادتك. زفت زفت زفت. امال عايزيننا نجيب قصص منين يعني؟ قصص منكم انتم. انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد، لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا. يلا يلا اتكل على الله، اتكل على الله. حضرتك المهنه لمت خالص خلاص. بالظبط كده يا استاذ بالظبط. يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس دور جوه بيته هيطلع 100 قصه على الاقل. واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما. حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا، وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما، ما وافقتش وقتها، لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي. افهم كده ان عندك قصه ليا؟ راجل عايش مع ست ستات. عايش مع ست ستات. هايل. جبتها ازاي الفكره دي؟ حضرتك انا ما جبتهاش، انا نفسي عايش مع ست ستات. ايه ده؟ وكمان قصه واقعيه؟ بص يا استاذ انا هشتري منك الفكره دي واديك عربون فورا، بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد، عايز فيه اكشن. اكشن حضرتك انا دايما بتخانق معاهم فده اكشن يعني. حلو قوي. عايز كمان فيه رومانسي. الرومانسي بعد ما اتخانق معاهم بصالحهم على طول. يا ريت يا ريت يبقى فيه شويه رعب. رعب رعب، برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني. مرعوبين. ويا حبذا لو فيه شويه تاريخ. تاريخي حضرتك الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار، ما عنديش مشاكل خالص. كويس جدا. ايه رايك بقى في شويه استعراض على خفيف كده؟ لا استعراض معلش انا مش بتاع استعراض، لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بدايه طريقي. خلاص خلاص مش مهم، اهم حاجه عندي الكوميدي. حضرتك الكوميدي خلاص رطرط، اي حد بيعمل كوميدي، لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يثير الملل، يخلي المتفرج وهو بيتفرج يجبس عليه النوم على طول. هايل هايل. أنا دلوقتي بس اطمن على فكره انا همضي معاك العقد بس انا لسه ما عرفتش اسمك ايه. حضرتك انا اسمي عادل سعيد. وانا عادل حزين. انت كمان عندك فكره ليه؟ ايوه، راجل وسبع ستات. طب لو هديك نفس الاجر الست عندك تقف بكام؟ ايه ده حضرتك، هي شروه يعني الست تقف كام ايه يعني؟ حضرتك انا جايه قبله، وبعدين غير كده يعني انا ممكن الست ستات اللي عندي اخليهم سبعه اتجوز واحده تانية، ممكن اخليهم ثمانيه اجيب اي واحده قريبتي تقعد يعني، بس ده للاجزاء اللي جايه يعني. خلاص يا جماعه مش هنختلف، بس انا عايز اقول ان الفكرتين قريبين قوي من بعض، قولوا لي شوروا عليا اعمل ايه؟
الفيصل في الورق. ورق ايه حضرتك؟ ده اسمه حزين، يعني هيكتب كوميدي ازاي؟ وبعدين ورق ايه يا عم، واحنا بنبيع ترمس. خلاص تبقى خايف من المنافسه. لا مش خايف لعلمك بقى، وهتشوف. علشان نفض الاشتباك اللي بينكم ده، كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي. حياتنا خلاص يا جماعه هتتسجل على شريط سينما اخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت، انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم. يا سنة ما تحترمي نفسك بقى. اخيرا يا جماعة، يا جماعة المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها هيشوفوها. اخيرا الواحد حس ان الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. ايوه يا عادل، بس انا برضو مش فاهمان انا ايه اللي خلاه يتشد بيك. ابني انسان عظيم ودي اقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى مرة جايزة نوفل واخدها، بلا خيبة، ده قعد 4 سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم اواصر المحبة بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي. امال ايه؟ اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فاقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك. اشتري نفسك يا ابني. عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي، انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه. دولا دولا انت بتكتب ايه يا دولا؟ بتعمل ايه؟ بعمل الخطوط الرئيسية. خطوط؟ انت هتبيع موبايلات يا دولا؟ موبايلات ايه؟ انت اي هيصة جاي فيها؟ موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسية للقصة بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا، يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده. وانا طبعا ان شاء الله مكتوب. مكتوب ايه يا ابني؟ هو احنا طالعين رحلة لراس البر، اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولا؟ وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهر تقوم تبيعني انا؟ يا ابني انا لو طول ابيعك من زمان كنت بعتك، محدش راضي ياخدك ببلاش. يلا ليه يا دولا؟ ده انا ابن عمك يا دولا، تبيعني. خلاص يا رمز خلاص، مش عايز دوشة دلوقتي، هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجة في الفيلم. يلا اتكل على الله. لا لو سمحت يا دولا خليني انا اللي اكتب بنفسي مش انت. اتفضل اكتب بنفسك، عايز تكتب ايه؟ يعني ايه حكايتك يعني؟ ماشي اتفضل يا دولا اكتب كده. رمزي البردعي ده اسم الفن. البردعي ده نسبة للبردعة اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله. هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني؟ لا انا اسف انا اسف، اتفضل حضرتك اتفضل عبر عن نفسك. ماشي. رمزي انسان كويس وابن حلال جدا وشاطر. رمزي حمار وما بيفهمش حاجة. ورمزي رياضي ومشنوق القوام. و مشنوق بتبوظ لي الفيلم من قبليها. يلا 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 اطلع بره، يلا اطلع بره، خد 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 خد، تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ ايه هي انطباعات حضرتك عن الوضع الاسري الراهن؟ لا 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 انا ما بحبش اتكلم في السياسه. طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل؟ ابدا، ده انا كنت بقول يا حيطه داريني. يا حيطه داريني. طب ماما هسالك سؤال كاني مش ابنك يعني وكانك انت مش ماما خالص يعني. حبيتي حد قبل بابا؟ انت تعلم جيدا يا عادل ان انت كنت الحب الاول ليا ايام الجامعه، اي انك كنت حبيبي دائما. يعني ايام الجامعه ما كانش ليك اصحاب؟ الحقيقة ان كان في معظم الاصدقاء يمتازون بانهم من العنصر النسائي. في بعض الاحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الاشخاص الرجاليين المميزين جدا، بس كانوا كتير يعني. كتير ولا ماشي. رانيا جاوبيني بصراحة، عمرك زوغت من المحاضرات؟ انت اتهبلت في نفوخك ولا ايه؟ ما تحافظ على كلامك، انا مثال التربية والتعليم والأخلاق، أنا أزوغ من المحاضرة؟ بعيداً عن المبالغة بتاعتك وركزي معايا، اختاري ما بين الأقواس. هل شخصيتك شخصية مستقلة أم مستغلة أم موتزاريلا؟
انت متربي معايا واخويا وعارفني كويس، ولا انت واحد صاحبنا يعني؟ انت عارف ان انا طول عمري مستقله وعمري ما كنت دلدوله لحد يا عادل. طيب هل انت انانيه؟ انا طول عمري معطاءه يا ابي، واللي في ايدي مش ليا. مش ليا. طيب حسيتي باي نوع من القلق يعني، وخصوصا انك انت تعرفتي بشباب كتير ومن غير ما تتخطبي مثلا ولا حاجه، يعني من الاخر خايفه تعنسي؟ بص يا ابي، كل شيء اسمه ونصيب، بس انا مش ساكته ومسيري هوقع واحد قريب. طيب ايه رايك في كتاب ابلة نظيرة؟ طول عمري بعمل لكم الاكل من غير كتب زي ما اهلنا علمونا. طب ماما، معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة، هل انت من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للأناقة؟ انت طبعا عارف ان انا ست تري شيك، وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبشياكتي، علشان كده انا على طول بلبس احدث موضة. طيب هل فكرت انك انت مثلا تصبغي شعرك او تحلقي زيرو؟ زيرو؟ انا احلق زيرو يا عادل؟ ازاي يا حبيبي؟ ده انا اهم حاجة في حياتي هي شعري. انا صحيح مرة حاولت ان انا اصبغه احمر، لكن للأسف طلع اورانج، لكن رجعته بقى للون بتاعه الطبيعي. طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ انا على طول بالنهار ببقى مزنوقة، وخصوصا يوم السبت. طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟ لا يا عادل، لا ده بيلجأوا لي في محاولة أخيرة لإصلاح ما أفسدته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناة، زي مضناك جفاه كده. نفسك تخلفي تاني؟ معقولة يا ابني عايز نخلف بعد العمر ده كله؟ انت عايز تخش الجيش ولا ايه؟ صح، انت لو خلفتي انا اخش الجيش عشان طيب ماشي يا ماما، ما علينا. بتحبي ايه من صفات الناس؟ الكرم، يعني لما اطلب منك حاجه تعملها لي تقوم تعملها لي، لما اطلب منك فلوس تديها لي تقوم تدهاني. سحبت السؤال اللي فات، قولي لي يا ماما، امتى بتحسي بالخوف؟ لما اشوف فيلم رعب. لما بتشوفي فيلم رعب، حلو. امتى بتبقي عايزه تضحكي، لو انت اصلا بتعرفي تضحكي؟ طبعا يعني بضحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل للاقتراب المزعن عادي يعني. طيب ركز معايا في السؤال ده، ايه لونك المفضل؟ الاسود. هل انت تشاؤميه؟ جامي ان انا اتشائم في حياتي، انا عمري ما تشائمت في حياتي، حتى لما بصطبح بوش امك واختك برضو ما بتشائمش. ايه اكتر موقف اثر فيكي؟ موقف عبود. بابا، هو انت مش هتسألني؟ لا يا حبيبتي، احنا بنكتب تاريخ للشخصيات، واقل من 20 سنة مالوش تاريخ، فمش هينفع اسألك يعني، لكن خليكي للفيلم اللي جاي، احتمال اعمله عن الاطفال، تكون انت كبرتي بقى فهلغيه برضو. دلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو قرا ورق التاني، ايه رايكم؟ والله انا وجهه نظري ان ورق الاستاذ حزين ده مش منطقي، يعني لانها قصه متالفه، فعشان كده تلاقيها الاحداث بتاعتها مش مترابطه وكلها مهلهله. هو يعني كل الافلام اللي قصتها مش حقيقيه مش مقنعه؟ رايك غلط. رأيي غلط في ايه؟ يعني انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اولا واضح ان انت من ورقك كده من السيناريست انك انت مثلا كنت بتسرح بعربية جوافة ولا حاجة. جوافة؟ ده بيشتمني يا استاذ خالد. هي دي مش شتيمة، ده اسمه نقد، بس انت هتعرفه منين النقد ده اذا كنت انت اساسا مش عارف تكتب؟ هتعرف تنقد؟ يا سلام، هو يعني انت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي انا كاتبه خير دليل على ان بعرف اكتب. الورق بتاعك كله ثغرات يا استاذ، ثغرات. ثغرات ازاي يا استاذ حزين؟ فهمنا. في هنا مواقف غير منطقيه ولازم تتعدل. تتعدل ايه وانت اي كلام بتقوله؟ خلاص يعني مثلا ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحله الابتدائيه تكون بتسرح مثلا بمناديل في الاشارات. خد عندك يا سيدي، انت كاتب هنا ان سناء خرجت من البيت الساعه 8، وصلت المدرسه الساعه 8:10. ازاي يا استاذ؟ ايه اللي ازاي؟ يعني ازاي نزلت من البيت ولا ازاي وصلت المدرسة يعني؟ ازاي تاخد من بيتها لحد المدرسة 10 دقايق بس، مع انك كاتب هنا انها استعملت المواصلات، واكيد كانت راكبة عربية، واكيد ملاكي، ودي اول ثغرة.
ثغرتي ايه؟ ثغرتي ايه؟ وانت اي كلام بتقوله خلاص؟ يعني ناقص كمان تقول لي ماركة العربية ورقمها يعني. لا، رد عليه بالمنطق بقى يا استاذ عادل. منطقي حضرتك؟ ده بيهرج، ده كاتب شوية أخطاء متخيلة في دماغه يعني في برشامة، وكل شوية يقولك في ثغرة وبتاع. طب أتحداك لو طلعت أي ثغرة تانية. وادي تاني ثغرة. أنت كاتب هنا بتقول إن الست رانيا مرات البطل عمرها ما عرفت حد غير جوزها، وإنه أول راجل في حياتها، مع إنها هنا بتقول إن الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي، وإن ده لو ما حصلش الست هتحس بالندم. قصدك إيه؟ لا، ده كلام فارغ، أنا ما أسمحلكش. أستاذ عادل اهدى، إحنا بنتناقش. أقعد 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 بس. تالت ثغرة يا أستاذ. انت كاتب هنا بتقول ان نجلاء قطعت علاقتها بزميلها في الجامعه، مع انها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعه بحالها على السلم بره. دي مش ثغره ولا حاجه، دي حريه شخصيه، اي حد من حقه ان هو يقعد يتكلم ساعه على السلم لوحديها، ودي مش ثغره ولا حاجه. مش قلت لك يا استاذ خالد الفيلم كله ثغرات؟ الثغرات كترت قوي يا استاذ عادل، تعليقك ايه؟ أنا تعليق إن هو بيهيس يعني، وبيدور على أي أخطاء وخلاص بالبرشامة اللي فاكر نفسه في امتحان ده. حضرتك أنا أعتقد إن الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه التلات ثغرات اللي هو بيقول عليهم، فأعتقد إن ده هيبقى أنجح فيلم مر بالسينما العالمية. أنجح فيلم؟ طب خد الثغرة الرابعة دي كمان. يا ابني اسكت بقى، اخرس بقى. أنت كاتب إن الست إنعام أم البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها، وانها عمرها ما حست بالغيره منها، مع انها من يوم ما اتجوز البطل ما دلعتوش ولا قالت له يا دلدلتي. انا اصلا يعني ما بحبش كلمه دلدلتي دي، وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا، بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش شلتها بقى، شلتها عشان ده يعتبر امن قومي. استاذ عادل بصراحه انا كده بدات اقلق كده كتير قوي يا استاذ عادل. بصراحة يعني يا أستاذ خالد أنا مش عارف صراحة الحاجات دي فاتت مني إزاي. بالذمة في كاتب يقول كده؟ بص يا أستاذ عادل، إذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فأنا ما أقدرش أبدا أضحك على جمهوري. إحنا اتفقنا نعمل قصة واقعية علشان نعمل سينما نظيفة، للأسف ده كله هيتأثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح إنه مخدوع في حياته. حضرتك يعني أنا ما زلت مصر على موقفي إن القصة دي قصة هايلة، حتى لو فيها شوية ثغرات فعادي يعني، بس هي في النهاية قصة، وقصة جامدة جدا. عندك دليل على كده؟ عندي دليل، بس أنا بحب أبعد الجنود المجهولين اللي ورا القصة عن الأضواء. حجة ضعيفة. أستاذ حزين عنده حق. طيب تحب يا أستاذ خالد بنفسك تتأكد من أبطال القصة الحقيقية؟ أنا ممكن أوديك بس أنا خايف عليك صراحة. أحب قوي. كده هضطر أوديك، بس أنت بقى جاني على نفسك، لأنك أنت هتدخل بنفسك عش الدبابير. هاي يا استاذ عادل، حقيقي هايل الجو اللي انت عامله ده. ربنا يخليك، عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجوده في العيله دي؟ عجبتني جدا. مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي، اللي هو الـ الكوميديا السوداء؟ هو في كوميديا سوداء وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما، الكوميديا انواع كتير جدا، في كوميديا سوداء، في كوميديا بيضاء، في كوميديا مخططه، كوميديا مربعه وكروهات. يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايده. ولعلمك عشان تبقي فاهمه، المكان ده زي ما اخوكي لي حق فيه انا كمان لي حق فيه، وده لا يدعو لاي مجال للشك والهواجس الدفينه. هواجس دفينه ايه بس رانيا؟ واي كلام انت بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعه بلاش الصراعات الداخليه دي، وخلينا نركز مع الاستاذ. يا استاذ خالد، يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصه حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا. لا. لا لا لا، ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا لا لا، مش قصدي، انا قصدي اني مش هعمله فيلم، انا هعمله مسلسل. مسلسل مسلسل سيت كوم بتدور احداثه بين راجل وست ستات، واسمه كمان راجل وست ستات. يعني ايه نص كوميدي؟ نص كوم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجه. يعني ايه صحيح ست كوم ده؟ مسلسل ست كوم ده هتدور احداثه بين راجل، البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل، هيعيش مع اسرته واسره مراته في نفس الشقه. تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصه دي. ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا، بس حضرتك يعني مش شايف ان اسم راجل وست ستات ده غريب شويه؟ طب وعمو رمزي؟ نسيت بقى اقول لكم، عادل هيكون عنده بازار،
ابن عم رمزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده. يا غريبه قوي يعني ان يبقى رمزي شغال معايا يعني. لا بالعكس خالص، الفكره دي فكره جريئه واقعيه وهتشوف الناس هتحبها قد ايه. يا رب الناس تحبها يا رب. لا وكمان ايه، احنا ممكن نطلع اسرار كتير قوي من حياتكم. رانيا مثلا، هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ وايه دلوقتي، هل ما زالت بتحبك ولا في بينكم مشاكل؟ ام، هل كان عندها رغبه في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن ابوك ولا لا؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يا استاذ خالد؟ استنى، وحماتك، هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لا؟ ولو ده حصل هيكون ايه رد فعلك؟ هتدافع عنها ولا هتخاف انك تنضرب؟ استاذ خالد معرفش، بس ده يعني كده كتير يعني، مش معقوله يعني. واختك، هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ وبنتك، انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطله في العمل رغم انك مهمش دورها قوي هنا. وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركم كلكم في المجلات والجرايد وعلى افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصه حقيقيه، راجل وست، ستات. ايه ده يا استاذ، معقوله يعني حضرتك تاخد اسرارنا واسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تاكد للناس ان احنا يعني تفضحنا؟ يا راجل ما تبصش للحاجات دي، ما تتنزلش عن الشهره وعن المجد عشان الحاجات الصغيره دي. لا معلش يا استاذ، يغور الشهره والمجد وكل حاجه قصاد ان انا ما افضحش عيلتي. بعدين معاك بقى يا استاذ عادل، خلاص هزودك يا عم 1000 جنيه. انا مش بتكلم كده عشان ازيد، بعد اذن حضرتك انا مش هعمل القصه دي خالص. 2000 جنيه. لا يا استاذ لا معلش معلش مش هقدر. اتفضل حضرتك. 3000 جنيه. لا يا استاذ اتفضل من غير ما تقول لحضرتك، اتفضل. 4000 جنيه. مش موافق. 5000 جنيه. مش موافق يا استاذ. 10000 جنيه. موافقين؟ موافقين؟ اوعى تترددوا. لا 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 مش موافقين، دي قصه تانيه. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. اقعدوا ساكتين، اقعدوا ساكتين. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. لا يا استاذ، لا يا استاذ، بعد اذنك بعد اذنك. 30000. هم موافقين؟ لا مش موافقين، مش موافقين، مش موافقين. شوية فلوس هتخليكوا تغيروا يعني منهجكوا؟ حرام عليكوا، ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلة، هنيجي نبوظ العيلة بشوية فلوس. أنا كنت غلط ولا كنت صح يعني؟ كنت صح يا عادل. برافو. خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكوا الحتة اللي خاصة بيها وهي تتصرف فيها، تقطعها تولعها، انتوا حرين، اتفقنا؟ اتفقنا. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ هروب اتنين من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحة والمدعو اخوه طمرة. بلحة وطمرة هربوا من انو نخلة دول؟ استني بس لما نسمع الخبر قولي يا رانيا. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوه يا جماعة، يا جماعة اطفوا اطفوا الراديو ده. ايه اذاعة رانيا الكبرى ساعة صبحية؟ معقولة؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. عليك يا عادل ما تقولش كده على المجانين، الناس دول 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 فيري انتليجنت، ما تصورش قد ايه، وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي، العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه. ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده، الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قولي لي يا رانيا الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقة الجيزة وضواحيها، يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ أنا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عمال تقول لي اجري وشد حيلك، شد حيلك لحد حيل ما تقطع، قطع وحيلنا الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة إن هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم وهم داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشي المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. بلاش يا شباب، انت جايبني هنا اقول ايه؟ ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك يا ايوه دول بقى. امشي يالا. شاربين 4 كوبايات قبل كده. انت هتضربني ياد ولا ايه؟ لا. امشي يالا، امشي يالا. كل شويه على شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى. ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست. عاوز
ست اهو، بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. بقولك ايه؟ ارمي ودني في بق مورستاني بيتقال. رامي. وبعدين هلا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين، ريحت وحشه يالا، انت ما بتحممهوش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا، عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف يالا، ده ممكن ياخدك مقص كده يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا، ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى، ده انا واخد الشراب الاسود في الكاراتيه. يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. اعمل ده مع التماثيل التانيه. ده اهم حاجه بقى، الشراب اللي انت خدته باستك ولا من غير؟ لا يا دولا، هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستك. بقول لك ايه، شكلنا هنقبض المكافأة وهتسقسق. الحمد لله جولنا لحد عندنا والليلة هيصة. دولا حبيبي لو سمحت، يعني أنا عايز استشيرك في فعل أمر صغير قد كده. خش على النحو خش. أنا كنت عايز يعني أفصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار، علشان ما أقعدش بقى مصحصح لهم أنا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني أنت عايز تبقى نايم على طول، ما تصحصحش خالص يعني. الله، دول مسافرين خالص، قاطعين تذكرة ذهاب وعودة لمستشفى العباسية. بقول لك ايه، انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذة. انا رأيي كأب وعندي تلات تماثيل حطيتهم في النيش، بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ، ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحت للبنات. لو رف البنات تحت اوكي ماشي، عشان الولاد لو تحت هما هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش، لا طبعا. صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى، علشان ما نقعدش بقى ذروتها. ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر 6. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربت ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايبين لكم مولد كهرباء فولت وعالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم، عشان تكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا مجانين ايه؟ ادوله ادوله هتشيك هتشيك. شرفتوا عنبر 6. الله، دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه، انا حاسس يا دولا ان صدري انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ يا دولا شم مواس يالا. قرص يا حضري، خرط يا حضري، اهربت يا حضري. اهو ده يالا مشجع اهلاوي، وحصل له كده اول ما لقى الحضري ساب وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله الله يا دولا يا دولا، الاستاذ صادق علام اهو. لا يالا، ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول يالا، يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه ده بيروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني. افهم يالا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في جليم، كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها، رقم بطاقته القوميه صراحه ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطيه. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسالك سؤال قصير. اتفضل. مين؟ اكيد هو، ما فيش غيره. اجابه صحيحه. الله الله. اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكت 5 جنيه ذهب.
شفت بقى شغل النصب، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك خمسه بيعجزك. يلا لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت يا عم انا حاسس بألفه بينهم يا عم. ماشي ابو ألفه. خد اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه هتفك من عنده ذهب؟ روح لبتاع الذهب يلا يفكهولك خمسه بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكت خمسة جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم. هنا اهو. هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ ايه الحياه دول؟ ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي اوضه شقه وطرقه عامله مليون الا نص. اوضه شقه وطرقه؟ طب بقول لك ايه، يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الاسعار في المنطقه دي ما تقلش عن 3 ارباع مليون الا ربع يعني. الحديد غلي. الحديد غلي. الحديد ولع ولع يما. الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ده ولع يعني. ولع ياما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس يعني، عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع ياما. على فكره دولا الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر ياما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك يلا، كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الكابتن والشر اهي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسي الكهرباء بقى ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دول، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع يا امه. الحديد ولع. ولع يا امه. الحديد ولع. ولع يا امه. الحديد ولع. لا كده عدى تلت النهار ولسه ما ظهروش. الطبيب في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهور اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص، عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته الثانيه يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج، ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا الا لا يمكن تكون لبنتي الضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش، وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي، اخشى ما اخشى ان يكون حصل له حادث اليم، عصيب، جريمه، او ربما تكون ربما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدنانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عاد ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل، هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي، انزلوا كده كلكم رابطه المعلم، انزلوا دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي، ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم، انت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو، احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيبه واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخه انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انت مخك تعبان قوي، واحد غاب 3-4 ساعات، ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه، الوقت يداعبنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. يلا المره هاتي السكينه من المطبخ وغز بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنيناتك. يا اختي يا اختي اكسبي منها، تعالي نروح نغير هدومنا. يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه، قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. ها
يا حسن يا شحاته يا معلم، خلي الشبكه بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي اعزائي المشاهدين، البليه كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل ان البلي كله بيعوم، بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزه تلبس المايو. زي ما تقول يا حبيبي كده قال بالظبط. انا بقى قمت مقطع الجلابيه بتاعتي رجاله شعن وراجل، قمت مقطع الجلابيه كده وقمت ناطط في الترعه ورا البلي علشان انقذها. وانت شهم طبعا انقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقيه البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت، لو سمحت يا دولا، بص ما تقطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن، سيبه، سيب القائد يتكلم. قول قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا، اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض، انا اصلي من المعارضه يعني، بقى انا رمزي مش قادر عليه، يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوان اعترضوا زيكم كده بالظبط، قال ايه علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. لا ما ممكن برضو الكره تيجي في الازاز بتاعه الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع، بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ارقص يا حضري، اجري يا حضري، ركض خطة يا حضري، ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عقلين، يعني بعد اذنكم ما دام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله، الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديده والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير، ايه رايكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كوره؟ لو كسبنا نطفي النور وننام، اتفقنا؟ ماشي يا دولا، بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل، فهنطفي النور وهننام برضو. ها ماشي يا دولا، ماشي، يلا بينا. يلا بينا، يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمه؟ وده شوطه على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولا عادي، هنخلي الجون بتاعه على شكل تلاجه. اه صح، ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. اه صح يا دولا. بقول لك ايه يا دولا، ايه رايك ما نستنى شويه كده وان يمكن البطيخه تسقع، وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخه تسقع، احنا عايزين نلعب رياضه ونحل بالمره. يلا ماشي يا دولا. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حته الحديده دي وبنلكم بيها عرضه. انت الحديده دي محيرك من الاول، انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه. لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعت الاجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت اوعى الحاضر يا ده رمز. لا يا دول انا خايف على البطيخ، انا احسن العارضه تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يا لا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحديد ولع. عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبة حصى. يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد، مصري اصيل. اه عادل سعيد، يا مثبت العقل في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه، في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. اه يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليك ضناكي. يوه انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياقاتوس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا لا لا، الحقيقه مش احنا اللي مشترينه القميص بصراحه، انا اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده عيلة لحم ودم، ولا مغزى المنوكير ما يطلعش من الضفر. عموما يعني هو موجود، اللهم احفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات هات هات، لما رب بتقول له هات هات. انتوا اللي وراثه. وراثه ايه؟ يلا روح نشوف. يلا روح.
أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حضري، عايزك تصدها بقك. يلا دول، انا خايف اشوطه تطلع قرعه. ياض البيلينج ده على السكين ياض، انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمرا يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل، ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور. شوط بقى ماشي. نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دوله ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط. يلا ما تشوط، يلا وخلصت، ما تجننيش. ماشي يا دوله هشوط اهو، هشوط اهو. جت جون. فاول فاول على السرير. اطردوا لي السرير ده، السرير ده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. عديها له، عديها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش، السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله هات لي بقى، هات لي قاوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه مديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله، اديني حتى بلنتين. بلنتي ايه اللي اديهولك؟ يالا ما انا كنت جايب معايا شويه بلنتيات، بس عشان الماتش طول البلنتيات اللي عندي خلصت. تعمل ايه؟ ده بص حتى الصفاره شحنها خلص. يالا يا دوله اتريني عمال تصفرني وانا مش سامع يا دوله خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره. يالا ايه ده، هو بكره جه يا دوله؟ امال ايه، جه امبارح. يالا جاهزين؟ الحديد انا قلت لكم عليكم يا دكتور. يا دكتور اهدى الحاله جت. يا بروفيسور 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 بارح ارجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقليه. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش سجاير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو انتوا حاجزينه عشان الفلوس انا مستعده ادفع الحساب. بص ارجوكوا 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 تخرجوه. هنخرجه بعد ما ننضف له ودنه عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى، مفوتها على الاخر. شوف يا دكتور، انا لا انكر انه احيانا عادل كان بيصاب بحالات ذهنيه متفرده، بس على فكره ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجيله كده لما يجيله اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم ابراهيم ملوخيه هنلاقي انه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده. بس احنا ما نقدرش نعرف حاجه غير لما ندوق ونغرف. ابراهيم ملوخيه قلت لي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور لو انت عايز تاكل ملوخيه انا مستعده اعمل لك ملوخيه في دقيقه وتاكل صوابعك وراها، بس ارجوك 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 اطلق سراح ابني. يا حضره الضابط ابوس ايدك. يا حضره الضابط بريء، والله بريء. ما عملش عسكري يا ضابط. مين ضابط؟ مين انتوا اللي عايزين تتظبطوا؟ انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه، انا اتكهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل اللي بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى اتكهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا، والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بنسولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه علشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحيتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب اقول لكم ايه؟ ايه يا بلح؟ اقول لكم على حاجه. قول احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان كهربكم. عموما احنا بنعتذر، ده
خطأ مقصود أو مش مقصود أنا مش واثق. تعتذر إيه حضرتك؟ حضرتك يعني ده أنا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه أبو حديدة ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف أحرك إيدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك أبو حديدة ده إنسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدأ من الصفر لغاية لما بسم الله ما شاء الله وصل لغاية لما بقى على الحديدة. مع الحديدة يعني تحت الصفر يا غبي كده؟ هنتحبس تاني كده؟ هيدخلونا جوه تاني مع المجانين؟ أنا نفسي أدخل جوه، أنا نفسي أدخل جوه. عموما تشرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي ولو عزناكم هنبعت نجيبكم، سيبولي تليفوناتكم. اه قوي قوي، هات تليفونك هات تليفونك. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.